ملاحظه فقط وحده السيد الرئيس اللي دابا ولي الحمتومه بصفتك كبرلمان وبصفتك كفاعل سياسي على المستوى المحلي يعني كتشتغل وكتنشط العالم الافتراضي بزاف. انا عندي نقطه وحده فقط هي شنو هي الاسباب والدوافع اللي كتجعلكم يعني تغلقوا الدورات في الدورات العادي والاستثنائيه في وجه المواطنين وكذلك لما لا انه يكون بث مباشر لما لا ان تكون دعوه عامه لما لا انه يكون بث مباشر السيد الرئيس اللي من خلاله يوصلوا الراي العام اللي شنو كيدار ما نبقاوش نتسناو غير المحطات كل فيما تجي شي محطه مثلا حنا هذا البرنامج عمل جماعه ممكن ان نصوتوا على افتراضي ممكن الناس ديال الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج ابناء جماعه الدار البيضاء يطالبوا لما لا انه يكون بث مباشر في جميع الدورات لا ما قدرناش نفتحوهم نديروا على الاقل بث مباشر باش نكونوا حنا كمجتمع مدني يعني نطالعوا على النقاط يعني اللي كيشتغل المجلس فهمتيني واقول قولي هذا شكرا احنا الدورات يعني انجزنا اكثر من 20 دوره واحده اللي تغلقات فقط وكانت بطلب من الاعضاء طبق القانون ولكن اهم شيء ضفتيه لنا هو البث المباشر احنا الان الحمد لله كيف ما كتشوف القاعه هي مجهزه بجميع الاليات الالكترونيه احنا ابتداء من الدوره المقبله غادي نبقاو نديروا بث مباشر اللي لان احنا كنقولوا دائما ما عندنا ما يضرك وراه كاين نظام داخلي تنظم هذا العمل غادي نعرضوا على الساده الاعضاء كاملين ان يكون بث مباشر يكون واثق ما كاين حتى شي عضو غادي يرفض ان يكون البث مباشر للدورات.